عليه هيبقى في يبقى لسه ما عرفناش الدعوه لسة موجوده لسة ولا لا عشان نقدر اول خطوه تقدري تبني عليها رد فعلنا ايه. هي شكليه لكن ليها معنى. الحاجه الثانيه هو شايف مصر كدوله محوريه ليها دور، الدور ده هو محدده في حاجتين عشان ما نبالغش ان احنا لينا هيبقى دور في كل. اول حاجه قضيه مكافحه الارهاب على ان مصر ليها خبره كبيره في هذا. الحاجه الثانيه انها تنسق مع الاردن ومصر، يعني مصر والاردن في التعامل مع الولايات المتحده على اعتبار ان هم اول دولتين عقدوا عمليه سلام مع اسرائيل بمقتضى كامب ديفيد ومقتضى وادي عربه مع بين الاردن واسرائيل. يبقى احنا دورنا واضح في النقطتين دول. ما حددش دور مصر لا في عمليه سلام ولا تسويه ولا في حوارات مع الفلسطينيين والاسرائيليين ولا في اي شيء، هو حدد في النقطتين دول. طيب احنا قدرتنا ان احنا نقدم اوراقنا في ايه؟ تمام. انت علاقتك جيده بروسيا. مش هنقف قدام موضوع السياحه، مش هنقف قدام بعض الخلافات والتجاذبات. احنا في الاخر بنتعامل مع شكل رسمي طبيعي استراتيجي بيننا وبين الجانب الروسي. لكن احنا هنحتاج الى حاجتين كمصر بقى حضرتك بتساليني. ايوه. توظفي وتستثمري علاقتك باكبر حليفين في العالم ودولتين كبار. ايوه. روسيا وامريكا. ايوه. من حسن الحظ ان الدولتين لديك علاقات جيده معاهم. هل ده ظرف يخدم السياسه المصريه؟ يخدمها قولا طبعا. واحدا زي تستفيد منه بقى. محتاجه بقى ايه حضرتك؟ محتاجه تستثمري في هذه العلاقات، تحددي المنفعه المباشره. ثالث حاجه وده الاهم في تقديري، ازاي تنوري في مساحات الفراغ السياسي والاستراتيجي اللي موجوده في الشرق الاوسط.